السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي كي دايرين؟ خواتاتي لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. توحشتكم بزاف، هذاك الشيء علاش قلت ندير معكم هذا النهار، نشارك معكم هذا الفيديو خفيف. المهم كنقول لكم مرحبا بكم كاملين، شكرا لكم الحبيبة ديالي على الدعم ديالكم، شكرا لكم على التعاليق الزوينة اللي كتخليو كتفرحني، شكرا لكم بزاف بزاف. مهم فكرة بسيطة البنات، وأكيد كتفرح أي إنسان مهما كان، يعني كبير أو صغير. مهم حاجة بسيطة بسيطة لأقصى درجة. مهم البنات، أنا حط الطريقة ديالي عندها عيد ميلاد، نتمنى يبان ليكم. أنا نوريكم من هنحاول نربح الوقت، حضرتو عادا باش نسيت كاع اصلا في الاول باش ندير ليه الفيديو، حتى ساليت عاد جاتني فكره الفيديو. ها انتم البنات، انا خديت ليها، هي عندها عيد الميلاد، انا خديت واحد اناناس، ها انتم كما كتشوفوا، وشديت. اش غادي نقول لكم؟ اللي عندي في الدار، اي فروته عندكم في الدار اللي عندكم، كتشديه كديريه في داك العود، ها انتم هذا اي عود عندكم، وكتزينوها بهالطريقه. كتجي البنات بحال واحد، شوفوا اللي عندكم. انا هنا درت البغيكولي، درت التفاح، درت المندارين، درت هذه، ها انتم كتشوفوا داك مطيشه صغيره. المهم فكره البنات بسيطه، وثقوا بيا، انا راه ما كانش عندي بزاف ديال الحوايج. مثلا انتم اللي عندكم خصكم ديروه، اي حاجه عندكم ديروها، انا كانوا ما عنديش بزاف الحوايج. المهم فكره كما قلت لكم بسيطه بسيطه، وثقوا بيا. شوفوا كيفاش كيجي البنات، كيجي راقي وكيجي زوين، انا عجبني والله الا عجبني. المهم نتمنى تكون هاد الفكره هادي عجبتكم، وبقاو معايا الكادو الرسمي. كادو البنات غادي نحلو معاكم، شوفوا ماشي مشكل، يعني كيتحل ويتسد، واخا نحلو حنا راها ما غاتت اكيد. المهم هي غتشوف الفيديو معليش، لكن كما قلت لكم يعني ما فيش مشكل اللي حليناه، واخا نحل غير نتوما البنات. نتمنى يكون كيبان لكم. هذا ريحة، هذه كريمة، مهم زويون عجبني بزاف، حيت هي اصلا باقية يعني بنت، يعني باقا شابة. داكشي علاش خديت ليها حتى اللون اللون ديال البواطة في هاد اللون هذا. نتمنى البنات الفكرة اليوم تكون عجبتكم، وكما قلت لكم البنات فكرة بسيطة. وهنايا بحال دابا هاد الاناناس انا غلفته من التحت، يعني كتغلفوه باي غلاف كان عندكم، راكم عارفين غلاف الكادوات، كتشدوه وتقادوه كالشكل اللي بغيتو. وفكره كما قلت لكم البنات راقيه، ما غاداش نخسرو فيها البنات تاع الوقت، دغيا كتقاد ليك، يعني ما غاداش نخسرو فيها. كاين شي واحد يقول لك واش منو هادشي جايبها ليا ولكن هادو هنا اش غنقول لكم البنات، اي حاجه عطيناها نتوما يعني غنرجعوا ل، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، يعني غنرجعوا ل الساك ديالو. سندي ليها اليوم ان شاء الله بحول الله. وكما قلت لكم اخوتي فكره فعلا بسيطه، وانتم شفتوا كتجي. وما نقولش لكم البنات والله العظيم ما نقولش لكم الريحه اللي طالعه منه، عرفتوا شنو داك الاناناس فاش كان نتقبوه بداك العيدان نغرسوا فيه داك الفروته، كيعطي واحد الريحه جميله. المهم الحباب ديالي كنتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم، وما غاداش نطول عليكم بزاف، وشكرا لكم، كنحبكم في الله. هو اش غادي نقول لكم؟ شكرا لكم، شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله. إلا فيديو جديد بحول الله.